بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا بكم أيتها الصائمات المشاهدات وأيها الصائمون المشاهدون، الذي نسأل الله عز وجل أن نكون جميعا من المنورين المنورين، ينورنا بفضله وننور قلوب من حولنا بكرمه وعطائه. نتكلم اليوم عن آيتين أو آية من سورة البقرة نحفظها ونعرفها، ولكن لا نقف عند كلماتها حق الوقوف. كل لفظة في القرآن لو وقفت عنده، متعلم أو غير متعلم، هتلاقي نفسك بتخرج منه حاجات قد لا يعرفها المتخصصون، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. انت مش متخصص ممكن في العلوم اللغوية او الشرعية، بس حاسس بالقرآن وحاسس بيه. ليه؟ لان احنا قلنا ان القرآن له انوار تسبق انواره الفاظه. قبل ان تقرأه من اول لفظ تجد الانوار تسري في روحك ودمك وتسري في من حولك. لذلك عاوزين واحنا بنقرأ الآيات المختارة دي اللي احنا منتقينها من القرآن، عشان نقف عند بعض معانيها، نركز في كل كلمة ونعمل باللي فيها، عسى ان احنا نخرج من رمضان عرفنا بعض التفسير، وقفنا عند بعض حدود التفسير، وعملنا بما فيها من تفسير في آيات الله، فنكون من أهل آية واحدة. عاوزك تركز معايا تكون من أهل آية واحدة، وكل ما نقول حاجة هحاول أقول لك نعمل إيه بالآية دي عشان يستمر معك العمل. فنأتي إلى الله وتكون معنا 30 آية 60 آية، ونقول له يا رب إحنا من أهل هذه الآيات، وهو كتابك، وكتابك لا يقرأ في النار إنما يقرأ في الجنة، فاجعلنا من أهل الجنة. نسمع ونرجع مرة تانية. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه. آيتان يدخلان إلى القلب من غير بواب، تسمعهم على طول يسكنوا في الروح. الله عز وجل يبين لنا كيف ترجع إليه، وكيف أنه إذا أصابك شيء كيف تخرج منه، إيه الأدوات، إيه الوسيلة اللي أنت تخرج بيها من الشدة ومن الضيق ومن الأزمة ومن المرض ومن المصيبة عافانا الله وإياكم، ومن الظلم ومن كل حاجة. آيتين صغيرين بس عاوزين تيقن وإيقان. الآيتين دول ممكن مروا عليك ومروا عليا، ولكن ما بنوقفش عندهم كتير. أنا عاوزك تقف عند كل كلمة عشان خاطر الآيتين دول هنخرج منهم بفايدة عظيمة وتعمل بيهم. بيقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هو بيأمرنا ليه؟ بيأمرنا بإيه؟ بيقول لنا استعينوا بكده إمتى؟ بيقول لنا استعينوا بكده في كل أموركم. يعني لو أنت في أمر شدة هتستعين بالصبر والصلاة، لو أنت في أمر فرح هتستعين بالصبر والصلاة، لو أنت في أمر أي فقد هتستعين بالصبر والصلاة. إزاي؟ نشرح. استعينوا يعني اطلبوا الإعانة، واحنا بنطلب الإعانة من مين؟ في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، احنا بنستعين بيك وحدك. بس هو قال لك هقول لك على أسبابه تكون في الإعانة، تعملها أنا أعينك على طول. يبقى الإعانة هنا بالصبر والصلاة، إنما هي بأمر الله عز وجل، وإنما الإعانة من الله سبحانه وتعالى وحده. واستعينوا بالصبر والصلاة يعني إذا أصابتك شدة، لو عندك طلب، عندك حاجة، أنا عاوز أخش الكلية الفلانية،
أنا عاوز أن يبقى عندي أموال أكتر، أنا عاوز أن ربنا يهدي أولادي، أنا عاوز أن أبويا يرضى عني، أنا عاوز أن المدير بتاعي المعاصلك في الشغل قلب ربنا يرقق قلبه، أنا عاوز أنا عاوز. ما هو الإنسان عايش في الدنيا عشان عاوز عاوز عاوز، وربنا عارفه كده، عشان كده بيقول له أنت عاوز وأنا أعطي أعطي أعطي. فبيقول إذا استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر هنا بعض العلماء، شوف بقى واحنا في شهر رمضان وانتوا صايمين، قالوا ان هو الصوم، لان سيدنا النبي يقول ايه، رمضان شهر الصبر، بتصبر عن الطعام والشراب وبتصبر عن الشهوات وبتصبر على الحاجة اللي انت كنت معتاد تعملها ومتعود تعملها، بتصبر عليها. قال لك انا عاوز تعمل كده برضو. لذلك اهل الله بيقولوا ايه، لو كانت لك حاجة عاوز تتقضي فاعمل ايه، اروح مصلي الفجر، وقبل ما اصلي الفجر انوي ان انا صايم اليوم ده. قال لك لو صمت وصليت الفجر وبعد كده رحت بقى لشغلك نمت لحد المغرب ودعيت ساعة المغرب اللي هو الدعاء المستجاب ان شاء الله، قال لك حاجتك هتقضى. ليه؟ هنقول له هنا واستعينوا بالصبر والصلاة، انا صمت لك وديني صليت وممكن اصلي صلاة الحاجة كمان ركعتين وادعي بالحاجة اللي انا عاوزها، والحاجة دي اي حاجة من امور الدنيا والاخرة. شفت بقول لكم من امور الدنيا، ترقية، مال، نجاح، هداية اولاد، هداية زوجة، هداية زوج، ان مسافر يجي، ان واحد فقده الاقيه، ان اي حاجة. يبقى واستعينوا بالصبر والصلاة. بس قال لي خلي بالك، شوف الامر بسيط ازاي، بس مش كل الناس بتقدر تقف عنده وتعمله. وانها لكبيرة الا على الخاشعين. الخاشعين اللي قلوبهم خاشعة دايما في ذكر الله، فتفتكر اول ما يحصل لها فرح او حزن تلجأ الى الله. واحد يسأل له طب ما ممكن كده في الحزن، انما انت بتقولي في الفرح ازاي؟ بقول لك اصبر على فرحك فلا يخرجك الى عدم طاعة. ما افرحش بالحاجة اللي جات لي واستخدمها في غير موضعها فاستخدمها في المعصية مش في الطاعة. يبقى اصبر عليها، يبقى انا الصبر اهو، يبقى اصبر حتى على النعمة وحتى على العطاء فلا استخدمه في غير موضعه. بس دي كبيرة. وانها الهادي بيقولوا على عمين بعض المفسرين تعود على الصلاة، بس ده هو قال الصبر والصلاة، ازاي نرجعها على الصلاة؟ ممكن كلام بقى متخصصين يقولك ترجع الى اقرب مذكور اللي هو الصلاة، بس احنا عاوزين اكتر من كده، القرآن اوسع من كده. قال لك بترجع على الاثنين، بس ترجع على الاثنين، ايه اللي بيجمع الاثنين؟ الاستعانة. يبقى وانها اي الاستعانة بالصبر والصلاة، وانها لكبيرة الا على الخاشعين. لذلك ربنا راح وصفهم الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم. ويظنون هنا مش بمعنى الظن، احنا عندنا ممكن وهم وعندنا شك وعندنا ظن وعندنا يقين، لا، ده هنا بيقول لك بمعنى اليقين. حتى عاوز يرحمك بيقول لك لو انت ما عندكش يقين وعندك ظن غالب برضو الصبر والصلاة هتوصلك لليقين وهتخليك تصبر على ما انت فيه. شوف لفظ القرآن، ما لازم ناخد اللفظ الظاهر، وان كان العلماء قالوا بمعنى هنا يوقنون، ولكن نرد بس ده قال يظنون عشان يقول لك ان الظن هنا هيوصلك لليقين. لو عملت بظنك في الاستعانة بالصبر والصلاة لوصلت إلى اليقين بأن الذي يجبرك هو الله. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ده هيلاقوه، وأنهم إليه راجعون. وفي فرق بين ترجع له، ترجع له وتلاقيه. ترجع له ممكن هترجع، معرفش هلاقيه ولا مش هلاقيه. فيبقى هنا الخصوص ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، مجرد رجوع. إنما بيقول اللي بيظن إن هو هيلاقيه يعرف إن اللي استعان بيه وبما أمر به. وبرضه اللي بيقول إن أنا راجع له لأن أنا ملكه، إذا إن لله وإن إليه راجعون، برضه هتلاقيه في الاستعانة بيه وبما أمر به. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه؟ شوف، كان إذا حزبه أمر، وفي رواية إذا حزنه أمر، أمر يحزنه، ما هو بشر بيعرف دي هذه الأمور، فلما يزعلوا أمر يعمل إيه؟ هم إلى الصلاة. فلذلك وصفه أنا بقول لكل واحد
لو انت عندك امر تعبك شوية، او عرض ليك امر تعبك، او حد مضايقك في العمل، او موقف تعبك، او محتاج حاجة، او انسان لا قدر الله عافانا الله واياكم اصيب بمكروه او بفقد حبيب، اذا فقد حبيبه مثلا، ما انت لما بتفقد حاجة ليه الصبر والصلاة؟ بتصبر عليها لان عارف ان كل حاجة منتهية. وبتصلي ليه؟ عاوز تقول له انا عارف ان كل شيء فاني وانت الباقي، فانا بلجأ لك انت يا باقي حتى تعوضني حتى ولو كان بالفاني. يبقى من هنا انا عاوزك تقف لربنا في كل وقت وحين، واللي احنا دايما نقررها في بالليل ساعة المغرب اهو وانت جاي على الاذان، عاوزك تعمل كده، ومش في المغرب بس، وفي رمضان في كل وقت. لو حاجة ضايقتك، فقدت حبيب، الجأ على طول الحبيب الاول هو الله عز وجل، وان انت تسأله وهو هيعطيك وهيرتب قلبك، وتقف دلوقتي وتقول له كده: سهام الليل لا تخطئ وفضل الله لا يبطئ، فقم للواحد الباقي وقل قد جاءك الفاني فكفر عني أوزاري. فاللهم يا ربنا نسألك في هذه الليلة المباركة من رمضان أن تتقبل صيامنا وأن تتقبل قيامنا، وتعدنا على صيام وقيام ما بقي. اللهم ارزقنا الإخلاص في أعمالنا، واجعلنا ممن يقولون فيعملون، وممن يعملون فيخلصون، وممن يخلصون فيتقبل منهم. اللهم يا ربنا حققنا بهذه الآيات، إذا حزننا شيء أو أتانا شيء اجعلنا نلجأ إليك بالصبر والصلاة، واجعلنا يا أرحم الراحمين من الخاشعين الذين يتذكرونك في كل وقت وحين، لا يذكرون سواك ولا يلجؤون إلا إليك وحدك، يطلبون منك، فأنت قاضي الحاجات ومفرج القربات. يا ربنا نجح أبناءنا وبناتنا، يا ربنا اجعلنا دائما نتوجه إليك بالصبر والصلاة، واجعلنا من المقيمين الصلاة، واجعلنا ممن يعتقدون أنهم ملاقوا ربهم، وممن يقرون بقلوبهم أنهم يلاقونك يا أرحم الراحمين، وأننا إليك راجعون وإليك عائدون. نعود إليك بكل معاصينا وذنوبنا، فقابلنا يا ربنا بفضلك وجودك وعطائك الممدود. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا من عبيدك السعداء، والطف بنا في أمورنا كلها يا أرحم الراحمين. تقبل منا واجعلنا من المقبولين، اجعلنا من المخلصين، اجعلنا من المخبتين، اجعلنا من المحسنين، اجعلنا من المقسطين، اجعلنا من المتقين، برحمتك يا واسع الكرم ويا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.